أنا أعتقد هذه القمة أيضا مؤشر مهم في استكمال الخطوات السابقة نحو التكامل الاقتصادي السياسي الأمني إضافة للثقافي والاجتماعي. احنا نعرف أن هناك مبدأ أساسي جوهري في القانون الدولي والعلاقات الدولية يرتكز على سياسات التكامل، الاندماج، الشراكة، التعاون، التضامن بين الدول. مع الأسف في الفترات السابقة افتقدنا مثل هذه المشاريع أو العلاقات بين العراق وبين دول الجوار على الصعيد الإقليمي وحتى على الصعيد الدولي عموما. اليوم هذا التجمع الثلاثي يمثل لنا نواة لفضاء فضاء اقتصادي جدا مهم إلى جانب العناصر الأخرى اللي هي السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، لكن هو فضاء للتكامل الاقتصادي على غرار النموذج الأوروبي اللي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية في بداية الخمسينات، وتطور هذا النموذج الأوروبي نحو الاتحاد الأوروبي اليوم اللي يشكل قوة فضاء عملاق اقتصادي سياسي أمني على الصعيد العالمي. إذن قوة العراق تكمن في تطور هذا التجمع، وقوة الأردن أيضا تكمن في تطور هذا التجمع، وكذلك مصر. اليوم مصر والعراق والأردن يشكلون أكثر من 130 مليون نسمة. هذه الكتلة البشرية ستستند على اقتصاد جدا مهم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمجموعة الدول الثلاث أكثر من 400 مليار دولار سنويا. حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق والأردن سيبلغ وفق تقديرات رئيس الوزراء إلى مليار دولار، وسيرتفع إلى 5 مليارات دولار. أنبوب النفط اللي يمتد من البصرة إلى العقبة ومن العقبة إلى جزيرة أو صحراء سيناء بالتأكيد سيخلق تحول نوعي، لأن هذا الخط سينتظم وفق محطات لوجستية، محطات ومصانع وشركات للبتروكيماويات، للتجارة، للنقل. إذن كل هذه العوامل اللي هي تشكل هذا التكامل الاقتصادي في مجال الطاقة أو غيرها، في مجال الصناعات التحويلية أو غيرها، هتشكل عنصر لتطور مستويات الرفاه في الأردن، تطور مستويات الرفاه في العراق وأيضا في مصر. أنا أعتقد من وجهة نظر سياسية في علم السياسة والعلاقات الدولية أن عندما تزدهر شعوب ودول المنطقة بالنسبة للعراق، هذا ينعكس على العراق نفسه، وعندما يزدهر العراق ويسود الأمن في العراق أيضا ينعكس على دول الجوار. إذن هناك مصالح متبادلة بين العراق والأردن ومصر. أذكر أن في العراق اليوم أكثر من 50,000 مصنع معطل من 2003 اليوم. الكهرباء اليوم بدنا نسمع أن عبر الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج وصل إلى 80%، وممكن خلال العام القادم يكتمل هذا الربط. إذن هذا إنجاز كبير، لا يمكن لبلد مثل العراق أن يعيش بدون كهرباء من 2003 لليوم. إذن هذه العلاقة مع دول الجوار، هذا التكامل الاقتصادي بين العراق والأردن ومصر، بين العراق ومجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية، بالتأكيد سيذهب إلى تنويع القدرات الاقتصادية للعراق. ونأمل أن 50,000 مصنع يتم إعادة تشغيلها من أجل تعظيم الموارد الاقتصادية العراقية، أن نعيد تشغيل وتحريك والاستثمار في مجال الزراعة بالعراق اللي يضم أكثر من 60% من سكان العراق. البطالة اليوم بالعراق أكثر من 15 مليون نسمة وفق تقديرات وزارة التخطيط. إذن عودة الصناعة، عودة الاقتصاد، عودة الزراعة، نعم، ولكن دكتور غازي فيصل الخدمات، نعم رحب بك مجددا في نشرتنا رئيسة. ولكن من ناحية التوقيت، أهمية هذه القمة الثلاثية وأبعادها، ولكن من ناحية التوقيت نتحدث الآن. التوقيت هي بدأت، يعني هناك قمتين، يعني هي قمة تكمل قمة، يعني هي آليات لاستكمال مشروع عملاق. اليوم نتحدث عن المشرق الجديد، نحن بحاجة إلى شرق أوسط جديد للتكامل الاقتصادي السياحي الثقافي العلمي الأمني الدفاعي اللوجستي الدعم الاستخبارات إلى آخره. اليوم الإرهاب يضرب في كل مكان بالعراق وفي سوريا،
ويهدد أمن الأردن ويهدد أمن مصر ويهدد دول الخليج ويهدد دول المنطقة. إذا هذا التكامل بالنهاية هو لمصلحة الجميع. لو ظهر بالفعل عبر هذه القمم وهذه الجدية بين الدول الثلاث والقيادات الثلاث ظهر الشرق الأوسط الجديد أو المشرق الجديد، إذا سنذهب إلى حقبة للرفاه الاقتصادي الاجتماعي العلمي إلى آخره. نعم. لابد من الذهاب إلى التكامل. التكامل سيحل مشاكل الأردن ويحل مشاكل مصر ويحل مشاكل العراق. يعني اليوم العراق هناك بطالة 10 ملايين إنسان تحت مستوى خط الفقر، واليوم حقوق الإنسان في العراق تتحدث أن ثلث سكان العراق تحت مستوى خط الفقر، وهذا ما سيفاقم الاضطرابات والأزمات وغيرها من التفاصيل. نعم. إذن يجب أن نذهب إلى حلول جدية جذرية استراتيجية، ليس لمعالجة مشكلة العراق فقط اللي هي مشكلة كبرى، لكن لمعالجة أيضا عبر هذا التكامل مشكلات الأردن ومشكلات مصر ومشكلات دول المنطقة عموما. عبر هذا التكامل والتعاون سوف تزدهر الدول، تزدهر الاقتصادات، تزدهر المجتمعات. يعني معدلات دكتور، يعني عذرا على المقاطعة، بالحديث عن المجتمعات الآن الحديث هو عن المشرق الجديد لنتكلم أو الشام الجديد على هذه الدول الثلاث، لكن كيف ننظر إلى أبعاد هذا المشروع على المنطقة بأكملها؟ ربما هل ننتظر تحالفات أخرى في القريب العاجل بين الدول المحيطة أيضا مع هذه الدول الثلاث؟ نعم نعم، ممكن جدا نفكر بسوريا. سوريا بلد مهم على الصعيد الزراعي الصناعي الخدمات، لكن مع للأسف الحرب خلال من 2011 لليوم دمرت بالكامل البنية التحتية، لكن لابد لسوريا أن تعود دولة طبيعية. لبنان لابد أن يعود لبنان دولة طبيعية في مجال البنوك الاستثمارات الزراعة الصناعات المختلفة إلى آخره. ممكن تنضم دول يعني مثل ما قلت سوريا مثل ما قلت لبنان، وممكن أيضا يكون هناك تعاون مشترك بين هذا التكتل بين هذا التجمع للشرق الأوسط الجديد أو المشرق الجديد مع دول مجلس التعاون الخليجي اللي حققت تطورات مهمة في مجال البتروكيماويات الطاقة البنوك الاستثمارات الإعمار إلى آخره من التفاصيل اللي تشكل حالة من الازدهار الاقتصادي. أذكر بالسعودية، هناك قاعدة صناعية عملاقة اليوم في السعودية، قاعدة زراعية مهمة في السعودية وعلمية أيضا وغيرها من التفاصيل. السعودية تذهب من الآن وحتى 2030 باتجاه دولة لا تعتمد على النفط، دولة غير ريعية. والمفروض العراق أيضا عبر هذا التكامل بينه وبين الأردن ومصر أن يذهب إلى دولة إنتاجية وليس يعني البقاء كدولة ريعية يعتمد على النفط وارتفاع وانخفاض أسعار النفط والروح إلى كوارث. إذن هذا فرصة حقيقية في الواقع لتطوير القدرات، فرصة لتطوير الصناعة الزراعة والخدمات في العراق، المستشفيات المدارس الجامعات. نعم. أيضا يعني عندما أتحدث عن المدن الصناعية هذا كله يعني هو يمتصل بطالة من العراق ويمتصل بطالة من الأردن، هو يوفر فرصة لتطوير اقتصادي وصناعي في الأردن كما يوفر فرصة للعراق. نعم، الفائدة مشتركة يعني للبلدان. نعم، بالضبط، المشاركة بالضبط في القمة. نعم بالضبط. دكتور غازي. نعم. لكن كما تعلم أن العراق يمر الآن بمرحلة مفصلية وتتمثل بالانتخابات المقبلة. نعم. كما تعلم بأن كل مجلس قادم يفرز حكومة جديدة. نعم. وتكون هناك يعني العديد من المشاريع التي للأسف تبقى في الأدراج ولا يتم يعني التكملة ولا يتم يعني المشاركة من قبل الحكومة القادمة في هذه المؤتمرات والبناء عليها. هل تعتقد أن الحكومة القادمة التي سيفرزها المجلس القادم ستكون مكملة للاتفاقيات التي تبرم الآن وسيتحسن الوضع في العراق؟ نعم أكيد، يعني يجب أن نتفائل بقدر معين أن العراق لن يبقى بهذا الوضع الكارثي. لابد من الذهاب إلى دولة مدنية، دولة مؤسسات، اقتصاد السوق المفتوح، دولة قضاء عادل، الفصل بين السلطات، ديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل. هذه نهاية حتمية لمجتمعاتنا في الشرق الأوسط عموما. هذه الاتفاقات اليوم تؤخذ بين العراق ومصر والأردن هي اتفاقات ملزمة للحكومة
الحكومات العراقية المتعاقبة اللاحقة. يعني مهما يحصل من تغيير يفترض على الحكومات القادمة أن تلتزم بالاتفاقات اللي عقدتها الحكومة العراقية واللي بالتأكيد الصادق عليها الهيئات والمؤسسات المعنية. بعدين يعني أي حكومة إذا قادمة تمتلك الحد الأدنى من الوطنية عليها أن تستمر بسياسات التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها. أيضا هناك نقطة مهمة علينا نتذكر بالتاريخ، الوحدة بين مصر وسوريا مع الأسف فشلت، يعني استمرت من 58 إلى 62 في حينها، وفشلت هذه التجربة ولم تنجح أي تجربة للوحدة. أقصد بالوحدة هنا ليست هذه الوحدة الاندماجية اللي قادتنا إلى فشل، ولا الوحدات الاندماجية والمشاريع اللي ذهبت أيضا إلى فشل. التكامل يحافظ على طبيعة الأنظمة السياسية، يحافظ على السيادة، يحافظ على الديمقراطية داخل كل دولة وتطور المؤسسات، وفي نفس الوقت هو ليس اندماجي، يعني يحافظ على خصوصية كل بلد، مثل ما حصل في الاتحاد الأوروبي بالضبط سيدتي الكريمة. اليوم نعم. فرنسا لها دستورها ومؤسساتها الدستورية وقوانينها وأنظمتها الكاملة، لكن هي في نفس الوقت ضمن إطار دستور أوروبي يجمعها مع الدول الأوروبية، لكن تبقى فرنسا والسيادة الفرنسية، تبقى ألمانيا والسيادة الألمانية، وهكذا إيطاليا. لكن في نفس الوقت هناك مشاريع للتكامل، للتعاون، للتنمية، للتطور وتبادل المعلومات. اليوم أوروبا حققت نهضة عملاق في هذا المجال عبر التكامل، والتكامل الموجود أيضا على صعيد آسيا، الصين والمحيط القريب من عندها، جنوب شرق آسيا، هناك دائما تكتلات اقتصادية سياسية في آسيا كما في أفريقيا، يعني منظمة الوحدة الأفريقية، هناك أيضا مؤسسات اقتصادية ظهرت عن منظمة الوحدة الأفريقية اللي هي الآن الاتحاد الأفريقي وغيرها، أيضا في أمريكا اللاتينية. إذا لابد من ذهاب العراق ودول المنطقة إلى تكامل اقتصادي جدي حقيقي من أجل مواجهة التحديات، تحديات البطالة، تحديات الجوع. اليوم الرقم مرعب، 75 مليون بالبلدان العربية مهددون بمستوى للجوع أو مستويات تحت مستوى خط الفقر. هذه كارثة. في بلدان نمتلك ثروات هائلة، الثروات في العراق تتجاوز 20 تريليون دولار تحت الأرض. جيد، لو استثمرنا هذه الثروات لن يبقى فقير ومعدم وجوعان ومشرد بالعراق. نفس الشيء بالأردن، هناك ثروات عبر هذا التبادل، عبر هذه الخبرات ممكن تتطور الأردن وتخرج من هذه التحديات الاقتصادية الاجتماعية اللي تواجهها وغيرها. مصر أيضا، مصر قوة مهمة. مصر من الخمسينات دولة صناعية عملاق، تصنع حتى كانت الطائرات بعد الحرب العالمية الثانية، بعدين كل الصناعات المختلفة والصناعات التحويلية تطورت في مصر. إذن هذا التكامل هو لمصلحة الأردن ومصلحة مصر ومصلحة العراق ومصلحة شعوب المنطقة، وينعكس على العلاقات مع دول المجلس. نحن نأمل أن تكون مخرجات القمة الثلاثية التي ستعقد يوم الأحد ملبية لتطلعات العراق وأيضا الأردن ومصر. شكرا جزيلا رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي فيصل.